بلدكم، يعني بلدكم مو الثاني ان شاء الله، الاول والثاني العراق. اهلا وسهلا بكم، شرفتونا. مشاعركم وانتم تلعبون هذه المباراه بعد فتره طويله العراق طرف عليه حظر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء بارك الله فيكم على الاستقبال الطيب، ان كان في المطار ولا في النجف ولا في كربلاء. يعني صراحه احرجتونا بطيب ملقاكم وبحسن ضيافتكم، يعني شيء يعني نفتخر يعني ونعتز فيه، لان بالفعل شعب واحد وبلد واحد ان شاء الله، ودائما يعني بين الاهل ما فيها هالامور، لكن وان شاء الله تكون مباراه حلوه وجميله ان شاء الله، ونحن دائما نوقف مع العراق في اي مجال ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن، عندك معلومات يعني جمهور المنتخب السوري العراقي ايش قد هنا الى جماهيريه؟ والله انا نزلت حتى عندي على الانستغرام مره الجمهور العراقي كيف كان يشجع المنتخب السوري في استراليا. سوريا 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 تبقى في القلب، في استراليا في ملعب الشعب، في ملعب الشعب، في ملعب الشعب. فأنا عندي نزلتها على صفحة عندي في الفيسبوك في الانستغرام، فيعني وتشكرناهم يعني من قبل ما نجي، فما بالك نحن موجودين بينكم. شوف جمهور نحن أهلنا، والله أهلنا وحبايبنا. نتمنى لك كل التوفيق مع المنتخب. الله يخليك يا رب. يعني نشاهدكم في روسيا. يعني والله كنا نتمنى نوصل الفريق يعني السوري والعراقي إلى نهائيات كأس العالم، لكن قدر الله ما شاء فعل. إن شاء الله في المستقبل يكون المنتخب السوري المنتخب العراقي يعني يكونوا على هرم الكرة الآسيوية إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا كابتن. الله يحييك. Do it.